اجمعكم كلهم. مساكم الله بالخير جميعا، شلونكم؟ مساكم طيبين. اليوم قصتنا بعيدة عن العرب والدول الإسلامية، بعيدة عن الفرس وبعيدة عن الروم. قريبة صح؟ اي نعم غريب. حبيت اقول عن شخصية كل ابونا حبيناها، كل ابونا اجمعكم كل ابوكم، اللي لعب لعبة صغور الارض، اللي يعرفها اتمنى يبلغني انه يعرفها، يعني مستحيل ما حد يعرفها. هذه لعبة صغور الارض طال عمركم لعبناها كل ابونا، استانسنا بقتل لوب وناخذ شخصية كاوكا. لعبة كانت جبارة جدا، كنا نستمتع لما نذبح لوبو، لما نذبح هذا اللي اسمه لوبو كنا استغفر الله دخلنا الجنة. يعني اذكر موقف صار لي، ذبحت لوبو انا مرة في الجزء السادس، رحت دقيت على ولد خالتي، يا ولد ترى ذبحت لوبو، قال احنا في والله. هم بعد نذبح لوبو يدقون، يا ولد ترى ذبحنا لوبو. يا ولد كانت اللعبة خيال، خيال بمعنى كلمة، اللي يذبح لوبو هذا افضل واحد فينا. كنا نلعبها شخصين شخصين، اللي يلعب الا راح بيته يلعب الحالة. المهم قصتنا اليوم عن شخصية نحبها، اللي هي شخصية لوبو. لوبو شخصية عظيمة، كتب التاريخ تقول انه جميل جدا، والطولة هو اصلا بعد باللعبة طول وعرض، وكان قوي باللعبة هم قوي، بس مشكلته شيء واحد، بلا شرف. الرجال بلا شرف، ما يخون، رجال خوان، بس مو يعني قلبه خطر، لا، الرجال يخون الغادات اللي معاه، شاف انه جاي خطر يذبح الغادات. يعني اكبر دليل ان الذبح من الغادات هذا لوبو عنده ابو بالتبني، دينج يوان، اسمه صعب؟ نعم، اسم صيني يعني. او خلينا نقول ان لوبو عاصر الممالك الثلاث. الممالك الثلاث اللي هي تتكون من مملكة تساو تساو او كاو كاو نفس ما نسميه اول، واليوبي واخوانه ولوبو وابوه. لوبو طال عمرك كان جاي قائد من القادات الاقوياء جدا. اسم القائد هذا دونج جاو، الاسم صعب، رايح لكم الصين عشان نجيب لكم عن تاريخ، والتاريخ اللي فعليا نحبه احنا صغار، جيلنا عاصر اشياء حلوة جدا. المهم لما حس بخطر لوبو قال يبا الله يظل عليك، انت ابوي بالتبني صح؟ قال لي يا طعمي على طول، رجال خوان ذبح ابوه بالتبني، خان ابوه على طول، حس بخطر على نفسه قال اذبح ابوه. فعليا ديونج جاو راح يبي لوبو يصير معاه المقرود، ويرسل له هدايا عشان يا لوبو طال عمرك تعال معانا وخلك عندي. فعليا ديونج جاو هذا عطى الهدايا لوبو، ولوبو صار معاه، صار جنرال عنده، جنرال على الأسلحة او قائد على الأسلحة، ويسمونه الجنرال الطائر من قوته وعظمته وقته. المهم لما دخل مدريناتهم انهم يكونون خلاص مع بعض، لدرجة ان لوبو قال حق يوان جاو انه يكون ولده بالتبني، اقسم له انه يكون ولده المخلص بالتبني، وقت اقول ولده الخالص قمت اكلج هالفترة حيل، واقسم له يوان جاو انه يكون اباه بالتبني. بس مزاجية يوان جاو هذا سيء جدا، لدرجة ان لوبو قال انا ايش دخلني ابن الحلال، وصارت مشاكل بينهم، انا ايش دخلني، مزاجك سيء، انا ايش ذنبي، مزاجك متغلب، انا ايش ذنبي. فيونغ مستشار لوبو، خلينا نسميه مستشار احسن من يونغ، كلهم يونغ، يونغ يونغ، كلهم نفس الاسم ما عليه. قال لوبو اسمع مني واقتله ونفتك منه، عمر ذيل الكلب ما يعتدل، اذبح وخله كل شيء بوجهي. فعلا اسمعوا غادات يانج جو ان لوبو قتل يانج جو اللي هو لاي، والله سامي صعبه بس بكتبها سايمو، والله سامي صعبه يا جماعه،
ثلاث اسامي مع بعض. المهم الغداء هذا نسمع انه لوبو ذبح غائد هم اللي هو يون جاو. احاول اسامي. المهم اجبروا ان لوبو ينسحب. لوبو فعليا انسحب وراح بعد عن المنطقه المدينه اللي هو فيها. طلع شاف اليوبي واخوانه قاعد يتحاربون مع مملكه ثانيه، بس اليوبي كان خسران المعركه. فلوبو مع مقاتلينه، ما حددوا كم الرقم، بس مع مقاتلينه ساعدوا اليوبي اللي هو جينغ فيي وحكمه، ايه ساعدهم. بعد المعركه فتره تاو تاو مسك خوينا لوبو، بس لوبو ما اهتم له خلاص. لوبو كان متزوج، هم يعني بليارة تلقى قصصهم، اللهم اللي قصص الصح موجود، اللي هو اخو اليوبي ابو لحية طويلة يانج يو على ما اتقسم. المهم علينا، لما مسكت تاو تاو مسك لوبو وقال له يا ابن الحلال اركض لا اشنقك. اشنقني فعليا. ذبحها تاو تاو شنقا حتى الموت. مات بطل قصتنا اليوم، مات مشنوق. اللي يقول ما مات، اللي يقول مات موته طبيعيه، ترى هذا مات يعني سنه 198 ميلادي. شوف تقريبا 1200 سنة قبل الإسلام. يعني صدق رياضة تلقى عنهم مصادرهم نادرة، يعني في مصادر نادرة عفوا، قصصهم نادرة، تاريخهم نادر، ما تدري وين تلقاه. تروح الصين يمسكونك يقولون أنت تبعتر تاريخ، هو ما تقدر تراخشهم إذا أساميهم يونغ يو جونغ جو ما تقدر. فالمهم اللي يقول لوبو انه ما انهزم، فعليا انهزم من جينغ فيي في معركه من المعارك. جينغ فيي هذا طال عمرك كان موقف ضد 3000 جندي بقياده تاو تاو، خوفهم لانه هو كان الحاله، بس يعني طبيعي. لما انقذ اليوبي اللي هو اخوه، انقذه، نحش اليوبي وراح، ما باقي الا شخصين قاعد يتحاربون اللي هو يانغ يو وجينغ فيي. جينغ فيي هذا سلمكم الله مات بعد اخوه يانغ يو. يانغ يو الحين اقول قاعد يحارب سلمكم الله مع واحد من عيال، يحاربون بس الكثرة تغلب الشجاعة. بعد الخير واحد من الغادات اشر على يانغ يو انه ارموا عليه السهام، يقول لكم انه عشان ما يحط راسه على الارض يسلم نفسه 100 سهم و100 طعنة جت عليه وما مات. عفوا مات، بس انه مات هو واقف، يعني مات بعدين طار ما اهم شيء بيطاح يعني طبيعي. ومات ولده، لما مات ولده ترى ما اهتم بولده، اهم شيء اليوبي ينحاش، اخوه ينحاش، الولد يجي وبارد غير، اخوي ما يجي اخو غير. الحين نروح الى مقتل جينغ فيي. جينغ فيي سلمك الله بعد ما تحارب كسر الجسر عشان تاو تاو ما يلحق اخوه اليوبي. اليوبي خلاص نعش راح لما مات واسس دولته، قصدي اسس مملكته بالصين طبعا. جينغ فيي قال انا اقسم اني انتقم لاخوي كوان يو، فعليا اقسم. جنوده هابوا ما يقدروا صارخ عليهم. لما نام سلمكم الله في الليل يدخلون عليه جنديين كذا طعنوا رجال، مات تقريبا ب 12 طعنه الى 13 طعنه ما حددوا، يعني في اللي يقول 100، في اللي يقول 50 طعنه، في اللي يقول 10 طعنات، ما يعني لو تطعن اي احد طعنه واحده مات. لان انتهت القصص. ايش رايكم بالقصه؟ تبون بكره تاو تاو؟ أقول لكم قصة تاو تاو، إنه هو اللي ذبح لوبو، وليش ذبح لوبو.
اذا تبون دزوا بالخاص. انا علي اني اروي لكم القصص واروي لكم التاريخ. اتمنى ما طولت عليكم، يعطيكم العافيه.